أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم نفسي، والذكرى تنفع المؤمنين، بالآية الكريمة التي تدارسناها أمس، وهي آخر آية من الدرس، وهي قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا خبر عظيم. من المخبر؟ يرحمكم الله. الله، ومن أصدق من الله قيلا. تلك الجنة التي وصفها في الآيات السابقة، قال: نورثها من كان من عبادنا تقيا. فمن هنا آمنا أن غير المتقي ليس أهلا للجنة، ما أعدت لغير المتقين، لا يورثها الله إلا عباده المتقين. والجنة تورث كما علمتم أن الله خلق لكل إنسان وجان، خلق له منزلتين، واحدة في الجنة وواحدة في النار، واحدة في عالم السعادة الجنة دار السلام، وآخر في عالم الشقاء النار والعياذ بالله تعالى. ومن ثم نتوارث. فالمؤمن التقي ينزل في منزله ويرث منزل الكافر الذي كان في النار. كان له منزل في الجنة، لما دخل النار فقد ذلك ونزل في النار، فأنت تدخل جنة ترثه ويرثك منزلك في النار. لعل العبارة ليست واضحة، نقول: أولا، علمنا من طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق لكل إنسان وجان ممن خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فمن عبده أنزله منزلا في الجنة، ومن عصاه ولم يعبده أنزله منزل في النار. أهل الجنة ورثوا منازل أهل النار، أهل النار ورثوا منازل أهل الجنة. واضح هذا المعنى؟ وضربت لكم المثل: أبو جهل له منزل في النار وإلا لا، وأخرى في الجنة، ورثه عكرمة ولده فنال منزله في الجنة، ومنزل عكرمة اللي في النار عاد إلى والده في النار. أبي جهل، هذا معنى نورث من عبادنا من كان تقيا. وعلمنا كثيرا أن تقوى الله عز وجل أولا لن تكون إلا من مؤمن، فالإيمان أولا، إذ غير المؤمن كافر، والكافر ميت ليس بحي، فكيف يصوم ويصلي أو يجتنب الربا أو الزنا؟ فالمؤمن هو الذي متأهل لأن يتقي الله عز وجل. وهنا عرفنا كيف نتقي الله. نتقيه فقط بطاعته، بالإذعان والانقياد والاستسلام له. وهل الله أمرنا بأوامر؟ أمرنا بأوامر
ونهانا عن نواهي وبين لنا أن تلك الأوامر ثمرتها نتاجها حصيلتها تزكية النفس وتطهيرها، والله العظيم. وأن تلك المنهيات المحرمات من شأنها تخبيث النفس وتلويثها حتى تنتن وتتعفن، ومن ثم لا تصبح أهلا للجنة ولكن تصبح أهلا للنار. فوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله عز وجل، أي بطاعته فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركها. ويبقى الخطوة الأولى، وهي يجب أن نتعلم أوامر الله وأن نعرفها وأن نتعلم كيف نؤديها ونعرف أوقاتها المحددة لها، وإلا ما نستطيع أن نطيع الله في أوامره ونحن ما عرفنا منها إلا القليل أو ما عرفنا منها شيئا. فلا بد من معرفة محاب الله وهي أوامره التي أمر بها على سبيل الإيجاب أو الندب والاستحباب، لأنها تزكي النفس وتطهرها. ومن ثم يجب أيضا أن نعرف مكاره الله، نعرف ما يكره الله، وقد عرفنا أنها في الاعتقادات والأقوال والأعمال وحتى الصفات. فما أمر الله به يجب أن نعرفه وأن نعرف كيف نؤديه ليثمر زكاة النفس وطهارتها، وما حرمه الله ونهى عنه يجب أن نعرفه منهيا منهيا لنتجنبه ونبتعد عنه. وإذا زلت القدم وأعمى الشيطان عبد الله واستفاق على الفور يمسح ذلك ويزيله بكلمة أستغفر الله والنية الصادقة في التوبة الصحيحة. هذا لا بد منه، وإلا كيف نرث الجنة؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هل تذكرون هذا؟ ما ننساه. والآن مع قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. من القائل هذا القول؟ هذا جبريل عليه السلام. هذا جبريل عليه السلام. من جبريل يرحمكم الله؟ هذا الملك الخاص أو المختص بالوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو السفير بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، اسمه جبريل. وقد شاهده المؤمنون في الروضة في صورة دحية بن خليفة الكلبي، من أجمل الرجال وأحسنهم. لكن شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد، وقد غطى بأجنحته الأفق كله، إذ له 600 جناح. وينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، نزل به أول ما نزل في غار حراء، أليس كذلك؟ وجلس بين يديه وضمه إلى صدره وهو يقول له: اقرأ اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 3 مرات يضم إلى صدره كما تضم الأم طفلها رحمة به وحنانا إليه. هذا جبريل. فقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي وما نتنزل النزول وقد وقتا بعد وقت، لأن التنزل معناه وقت بعد وقت، والنزول مرة واحدة
وما نتنزل يوما بعد يوم بعد أسبوع وقتا بعد وقت إلا بأمر ربك. هذا حصل أن جبريل تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله كذا يوما، فتاقت نفس الرسول واشتاقت، فلما نزل قال: ما منعك يا جبريل، ما منعك أن تأتينا، لقد اشتقنا إليك. فاعتذر جبريل بقوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد وحشة كبيرة في مكة، النساء والرجال الأقارب الأبعد كلهم يكرهونه ويبعدون عنه وينتقدونه، فهو في هم. فإذا انقطع عن الوحي اشتد همه وكربه. وتذكرون أن هناك حادثة أخرى حدثت له عندما سئل من قبل اليهود بواسطتهم، سئل من قبل المشركين بمكة بواسطة اليهود بالمدينة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فلما جاءه السائل غافل صلى الله عليه وسلم وهو بشر ونسي، فقال له: غدا أجيبك عن أسئلتك، ولم يقل إن شاء الله. السائل يقول: إن كنت كما تزعم نبيا ورسولا أجبنا عن هذه الأسئلة الثلاثة: من أصحاب الكهف؟ من هو ذو القرنين؟ ما هي الروح؟ فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: غدا أجيبك. فانقطع الوحي عنه نصف شهر، وكرب وحزن، وحسبه أن أم جميل العوراء مرت أبي جهل تغني في الشوارع ويتقول: دينه أبينا ومذمما أبينا ودينه قلينا، أي تركنا. ومسح الله دموع رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرب المشركين وأغمهم، فأنزل هذه الصورة بداية المفصل الصغار المفصل: والضحى والليل إذا سجى، الله يحلف، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كما تقول أم جميل قلاه وتركه. ما ودعك ربك وما قلاك، وللآخرة خير لك من الأولى، وإن تألمت في هذه لا قيمة للدنيا وآلامها، الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاز بها، ولتكن الشفاعة العظمى في عرصات القيامة، وما وراء ذلك من النصر والانتصار والفوز في الدنيا والآخرة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى، مات أبوه وهو رضيع، مات جده وهو طفل. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، ما تعرف الطريق إلى الله، وهل يعرف قبل أن ينبأ ويوحى إليه كأهل مكة وغيرهم، إلا أنه معصوم ما يقع في الزلات والخطايا والذنوب والآثام. قد يوجد هذا النوع بين الناس. إذن ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أصبح يملك الملايين، لا والله، وجده عائلا فقيرا ما عنده شيء، جارية وخمس إبل أو خمس إبل، فأغناه بما أعطاه الله، أصبح رئيس دولة ورئيس أمة وبيت المال بيده، وهو القائل: اللهم اجعل قوت محمد عفافا، كفافا عفافا. إذن هذا الامتنان الإلهي كان
لأنه عوتب في تركه الإجابة عن السؤال بالاستثناء بدون استثناء إن شاء الله. كذلك هنا لا بد أنه سئل وحصل له أو ترك جبريل لأمر أراده الله عز وجل ما نزل كذا يوما فتاقت نفس رسول الله واشتاقت إليه وقال لما تركتني أو ودع لما لا تزورنا ما منعك أن تزورنا. وشرح هذه المفردات وما نتنزل، التنزل هو النزول وقتا بعد وقت، هذا التنزل، أما النزول مرة واحدة. وقوله إلا بأمر ربك أي إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء. وهل جبريل أو غيره ينزل بدون إذن الله؟ والله ما كان، لا يتحرك في الملكوت الأعلى إلا بإذن الله له. إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء. وقوله له ما بين أيدينا أي مما هو مستقبل من أمر الآخرة. الآن نحن مستقبلون الدار الآخرة ولا لا؟ وما خلفنا ما مضى من دنيانا، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك كمال، وما بين ذلك مما لم يمضي من الدنيا إلى يوم القيامة، أي له علم ذلك كله، أي لله عز وجل. وقوله وما كان ربك نسيا أي ذا نسيان، فإنه تعالى لا ينسى، فكيف ينساك إذن ويتركك؟ لا تقل نسيا يا ربي، فإن الله لا ينسى. النسيان من ضعف الإنسان والجان، أما خالق كل شيء وبيده كل شيء كيف ينسى. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض أي مالكهما والمتصرف فيهما، هو خالقهما ومالكهما ومن يتصرف فيهما، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويسعد ويشقي، إلا هو، ليس إلا هو، أعمالنا كلها من فضله وإحسانه. وقوله واصطبر لعبادته أي اصبر وتحمل الصبر في عبادته حتى الموت، هذا خاص بالرسول أو عام بكل مؤمن، يجب أن نصبر على عبادة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، نصبر كيفما كانت الحال، غنى فقر صحة مرض هجرة قرب، على أي حال يجب أن نصبر. اصبر وتحمل الصبر في عباداته حتى الموت، كقوله تعالى واصبر حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين يرحمكم الله؟ الموت. ثم نشاهد عما قريب ملك الموت ورجاء وأعوانه، نؤمن إيمانا قطعيا انتهى الاضطراب في النفس. الموت يقين، تشاهد الملائكة وروحك تؤخذ وترفع إلى الملكوت الأعلى. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام، لا والله لا سمي له ولا مثل ولا نظير، فهو الله أحد لم يكن له كفوا أحد أبدا. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، من القائل؟ جبريل. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، الدنيا والآخرة وهذه المدة التي إلى الآخرة، الكل بيد الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، نافى تعالى عن نفسه النسيان وإلا، حتى ما يقول نسيان يا ربي،
أبدا على علم به وأخر جبريل لحكمة اقتضت ذلك. وما كان ربك أي خالقك ورازقك معبودك الحق الذي لا رب سواه نسيا، وبينه بقوله رب السماوات والأرض. فهل خالق السماوات والأرض ومالكهما ومالك ما يجري فيهما ينسى يعتريه النسيان؟ مستحيل أبدا. وما كان ربك نسيا كيف وهو رب السماوات والأرض وما بينهما. وبناء على هذا والفاء للترتيب فاعبده إذن، اعبده أي ذل له واخضع وأنت تطيعه فيما يأمرك وينهاك، واصبر على ذلك وتحمل واصطبر. فاعبده وحده لا شريك له، واصطبر لعبادته وتحمل، لأن العبادة قد تصعب أحيانا وقد توجد في أزمنة وأمكنة ضائقة ما يطيقها، يصبر لعبادتي. هل تعلم له سميا؟ إذن الجواب لا. إذن فلا يكون إلها يعبد حق إلا هو، ما دام لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه فمن هو؟ هذا هو الله. إذن لا إله إلا الله، والله إنه لا إله إلا هو، لا يوجد من يستحق أن يعبد ويطاع ويحب ويرهب ويخاف منه من الكائنات كلها إلا الله، لأن هذه الكائنات كلها مربوبة مخلوقة لله، يميت ويحييها، يعطيها ويمنحها، يرفعها ويضعها، فكيف يوجد بينها من يعبد؟ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصلحاء ولا غيرهم، فضلا عن النباتات والأشجار والأحجار. شرح الآيات من الكتاب، تأملوها. معنى الآيتين الكريمتين لنزول هاتين الآيتين سبب، وهو ما روي واستفاض بين أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو أن الوحي، تعرفون ما الوحي؟ ما يوحيه الله إلى رسوله بواسطة جبريل أو بواسطة لا واسطة، يلقي الله في روعه فيفهم عن الله كلامه ومراده، لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قوله إلا وحم بهذا الإيحاء الغيبي. قال لنزول هاتين الآيتين سبب، وهو ما روي واستفاض أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي بالوحي جبريل عليه السلام، فلما جاء جبريل بعد بطء من الزمن، الله يعلم المدة، هذه الخلافات كثيرة، منهم من يقول 12 يوما 13 يوما الله أعلم، المهم حصل هذا البطء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فيه؟ فأنزل الله تعالى قوله جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وما نتنزل، أي نحن الملائكة وقتا بعد وقت، على من يشاء ربنا إلا بأمر ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلا بإذنه لنا، فليس لأحد منا أن ينزل من سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا بإذن ربنا عز وجل. وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له أمر وعلم ما بين أيدينا، أمر وعلم ما بين أيدينا، أي من ما أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا، أي مما مضى من الدنيا علما وتدبيرا.
وما بين ذلك إلى يوم القيامة علما وتدبيرا. وما كان ربك عز وجل يا رسول الله ناسيا لك ولا تاركا، فإنه تعالى لم يكن النسيان وصفا له فينسى. وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما يخبر تعالى رسوله بأنه تعالى ملك السماء ملك السماوات والأرض وما بينهما والتصرف فيهما، فكل شيء له وبيده وفي قبضته وعليه إذن فاعبده أيها الرسول بما أمرك بعبادته به واصطبر لعبادته، أي تحمل لها المشاق، فإنه لا إله إلا هو. فهل تعلم له سميا أي نظيرا أو مثيلا؟ والجواب لا إذن فاعبده وحده وتحمل في سبيل ذلك ما استطعت تحمله، فإنه لا معبود بحق إلا هو، إذ كل ما عداه مربوب له مخلوق خاضع لحكمه وتدبيره فيه. أتعطيني اللطيفة هذه. مجاهد إمام المفسرين رحمه الله من سادات المفسرين التابعين يقول لما أبطأ الملك جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه فقال ما الذي أبطأك يا جبريل وأخرك عني؟ قال كيف نأتيكم، وهذا الذي نريده أن نعمل به، كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم؟ لأن الذين يجلسون مع الرسول قبل هذا ما كانوا يعنون بأظفارهم. كيف نأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم ولا تتقون ولا تنقون رواجبكم ولا تستاكون؟ قال مجاهد فنزلت الآية في هذا، والمراد بالمعيب عليهم بعض المؤمنين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاشاه أن يكون معيبا وهو على أكمل الأحوال. ومعنى هذا كما تعلمون وزيدوا ينبغي أن نقص أظافرنا في الأسبوع مرة أو في العشر أيام مرة، ما تكون الأظافر لأن قد تتوضأ وما يدخل الماء فيها ولا يصح وضوءك لا سيما الغسل، لا بد من قلم الأظافر. وهذه دعوة إلى النظافة إلى الطهر. من هي الأمة الطاهرة؟ أليس المسلمين يغتسلون ويتوضؤون؟ قال لا تقصون أظفاركم. ثانيا ولا تأخذون من شواربكم، يترك الشوارب تسقط هكذا على قدي، ما ينبغي هذا، لا بد من قص الشارب. ولا تنقون واجبكم، وهي هذه العقد إذا ما ينقيها ويغسلها يقع فيها وسخ ويبقى فيها. الواجب هي هذه العقد، عقد الأصابع، إذا ما يعنى بها ويغسلها يبقى فيها الوسخ. ولا تنقون رواجبكم ولا تستاكون. السواك ما هو مشروع إلا عندنا في المملكة، في العالم الإسلامي ولا واحد في الماء يستاك، وهذا الواقع. والاستياك من سنن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن الله أمره بذلك ليطهر فمه. وهذا كل من أراد أن يذكر الله في تلاوة القرآن أو في ذكر الله أو في الدعاء أو الصلاة ينبغي أن يطهر فمه، أي يستاك. ويا ويل الذين يدخنون
يدخلون الرائحة الخبيثة المنتنة في أفواههم ويذكرون اسم الله بها. بينت غير ما مر مثل حي، هذه الورقة هل يجوز أن تكتب فيها اسم الله وتضحى في خرق يبقى مسلما؟ والله ما بقي له نور ولا إسلام، ارتد. اسم الله في ورقة هل يجوز أن يلقيه في مزبلة وهو يعلم ذلك ويبقى مؤمنا؟ والله ارتد. إذن فكيف يخبث فمه ويلوثه بأنتن رائحة ثم يذكر الله بعد ذلك؟ فلهذا قلت لك إذا كان يدخن لا تسلم عليه. لماذا؟ خشية أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله فيجري اسم الله الأعظم على فمه المنتن، شفقة عليه ورحمة وحفاظا لكلام الله واسمه ما تقول السلام عليكم. ومن هنا علمنا يقينا أن التدخين لا يصح للمسلمين أبدا، لا رجال ولا نساء، بالله الذي لا إله غيره لا يصح لمؤمن ولا مؤمنة أن يستعمل التدخين سواء كان شيشة أو كان سجائر أو نحوها. لماذا؟ لأنهم يذكرون الله وإلا لا؟ هل يمضي عليك ساعة ما تذكر الله؟ ما يمكن. فكيف تجري اسم الله الأعظم على فمك وقد عفنته ونتنته؟ والمثل ما ننساه، لو أن شخصا يكتب اسم الله ويلقي في مزبلة يحكم العالم بردته وخروجه من الإسلام. ومن هنا والحمد لله خف التدخين وتركه المؤمنون والمؤمنات. قبل 40 سنة كان النساء في المدينة يدخننا، الحمد لله. والآن مع هداية الآيات، مع هداية الآيتين. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيتين: أولا تقرير سلطان الله على كل الخلق وعلمه بكل الخلق وقدرته على كل ذلك. تقرير سلطان الله على كل الخلق وقدرته عليهم وعلمه بهم وحكمته أيضا فيهم، وبهذا كان رب لا أعلى، لا رب غيره ولا إله سواه. نعم. ثانيا استحالة النسيان على الله عز وجل. استحالة النسيان عن الله، مستحيل أن ينسى الله شيئا، غير الله عز وجل حتى من الملائكة قد ينسى، لكن الله منزه عن النسيان، إذ قال تعالى وما كان ربك نسيا، خطاب لمن؟ لرسول الله. وما كان ربك يا رسولنا نسيا، ما نسيك أبدا في تأخر الوحي عنك. نعم. ثالثا تقرير ربوبية الله تعالى للعالمين، وبذلك وجبت له الألوهية على سائر العالمين. تقرير ربوبية الله تعالى للعالمين، ومن ثم وجب عبادته وطاعته وتأليهه، فلا إله غيره أبدا، لا رب غيره ولا إله سواه. لو تبحث في الشرق والغرب في السماء والأرض عمن يستحق أن يعبد كالله والله ما تجد، إذ الكل مخلوقات والله خالقهم، كلهم مربوبون والله ربهم، إذن فلا رب غير ولا إله سواه. رابعا وجوب عبادة الله تعالى ووجوب الصبر عليها حتى الموت. وجوب عبادة الله تعالى واجب، من صلاة وزكاة وصيام وبر الوالدين وإحسان وذكر وجهاد وإباط وطاعة، كل هذه العبادات واجبة على كل إنسان أن يأتي بها. أما قال تعالى فاعبده واصطبر واصبر على عبادته، وجوب عبادته تعالى على كل كائن من الملائكة والإنس والجن. خامسا وأخيرا نفي الشبيه والمثيل والنظير لله، إذ هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد. إيه نعم، هذه حقيقة يجب أن لا تخفى عنا، وهو أن الله لا يشبه كائن من الكائنات،
ليس له نظير ولا مثيل أبدا، إذ هو رب كل شيء وخالق كل شيء. وفي القرآن قل هو الله أحد، ما له ثاني، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا نظير ولا مثيل أبدا ولا سمي له يسمى باسمه.